الفريق السويس وأحد المهتمين بالباحثين في مجال الأبليات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأيضا الحقوق النقابية والعمومية. يعني هو تقدير النهاردة وإحنا بنتكلم حوالين إطلاق حملة حول قانون عمل جديد، قانون عمل عالي الأصل فيه إن هو بشكل أو بآخر بيتطابق مع المواثيق والمعايير الدولية. هناك بالفعل في ظل القانون القائم وفي ظل علاقات العمل القائمة الكثير من الاهتمامات لصالح رجال الأعمال. كلنا بنشوف القانون 12 بسنة 2003 وما يعطيه لرجال الأعمال من مساحات واسعة لفصل العمال و إخضاعهم لظروف عمل غير مواتية بالمرة. عندنا انتهاكات على مستوى الحد الأدنى للعمر، عندنا انتهاكات على مستوى التدريب المهني، عندنا انتهاكات على مستوى السلامة والصحة المهنية، الحق في التنظيم. أيضا شهدت مصر الأيام الأخيرة انتهاكات بتتعلق بالحق في التنظيم وكيف جرى إجبار قيادات عمالية في شركة سيراميكا وفي شركة السويس بالصلب وفي عدد كبير من الشركات على الاستقالة رغم عن إرادتهم. شفنا عدد من النقابات تعرضت أيضا للحل بالمخالفة للقانون. أنا تقديري أنه وجود قانون عمل جديد يراعي خلق توازن بين العمال وأصحاب العمل هو ضرورة ماسة حتى نضمن أن يعني الاقتصاد المصري يتحرك إلى الأمام. دون وجود علاقات عمل متوازنة، دون وجود علاقات عمل تكفل للعامل أو تضمن للعامل أنه يحصل على حقوقه الأجر العادل والسلامة والصحة المهنية ومراعاة الشروط الخاصة بالحق في التنظيم وغيره، دون وجود مثل هذا القانون بالفعل لن تكون هناك علاقات عمل مستقرة. وبالتالي أعتقد أن الخاسر الأكبر هو الاقتصاد المصري، أعتقد أن الخاسر الأكبر هو المجتمع المصري. طيب حضرتك شايف ان العامل هيقدر ان هو يخوض معركته ان هو يكسب بعد ما الدوله عماله تعدل القانون طيب كل مره للأسوأ؟ طيب شوف، خلينا نقول انه التشريع بشكل عام، التشريع بشكل عام هي محصله لهذا الصراع بين اصحاب المصالح المختلفه وصراع ايرادات. تاكيد العمال بيمارسوا نضالهم في مناطق كتيره جدا، صحيح احنا ما وصلناش لحاله التراكم ده اللي عملنا نقله، لكنه وجود مثل هذه الحملات اعتقد انه بيلعب دور في انه في الاخر بيلعب دور في انه يبقى في مسطره تتحرك على ضوءها المواقع العماليه في الحكايات المختلفه. شفنا كلنا قبل ثوره 25 يناير كان في مشروع قانون الحريات النقابيه. هذا القانون اللي مشروع القانون اللي يعني بالفعل انضجته واخرجته الكثير من الحركات العماليه المستقله في حينها ودعم ذلك منظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات المهتمه. انتهى الى انه بعد ثوره 25 يناير حصلنا على الاعلان الوزاري اللي كان عباره عن اعلان مشترك بين منظمه العمل الدوليه ووزاره القوى العامله، واللي بموجبه او على اساسه بقى لدينا اعداد بالمئات للنقابات العماليه المستقله. وجود مثل هذا القانون هو بيشكل مسطره العمال المصريين في كل المواقع بيناضلوا من اجل الوصول الى هذه المسطره، وبيشكل بالتاكيد حدنا الادنى للمطالب والحقوق والحريات فيما يتعلق بمجال العمل. انا اعتقد انه في ايضا هناك حملات اخرى نحن في امس الاحتياج اليها حول قانون القوانين المتعلقه بالتامينات الاجتماعيه، حوالين القوانين المتعلقه بحمايه الطفل وحمايه المراه في مجال العمل.